مسرحيه. اقرا على الاول السلام كلكم. احنا انا سلطان الامير ووليد بس. ثلاثه بس؟ التيم حقنا. انا معي عمر وركان وفهاد. ما فينا ولا واحد بمث. ما في احد. لكن ان شاء الله نجيبه. ها تسبح، ايش رايك؟ يمدينا. انا متسبح قبل شوي، بتسبح بالليل. لانه تسبحت الحين. تسبح في الليل وين برد والله يكسر عظامه. ولا تسبح ونشب الضوء ونزين حرميس. كذا تصادم ثقافات. يا ودي ما في الا الحديد الا الحديد. انا اشهد. انا مسويت. اغطس في الماء بارد لين ما تحس عظامك انها طقطقه وشب الضوء. امس على اذان الفجر شاب ضوء وجالس، انت ما ادري وينك. ضبطت لك ذاك البريق. امس ولا قبل امس وافطرنا؟ يضبط الفطور في الصبح. امس مخدر اقسم بالله العظيم، طفيت كل اللمبات. جالس اشوف النجوم. والهلال. ما بعد صار هلال توه. هليل هليل. والتفت على من كان عندي. كان عندي ايمن. وكان عندي عبد المجيد، وكان عندي مهند. قلت يوم خلص حريميس، قلت يا ليت حريميس اكبر. قسم بالله. لا لا بس بالله كيف حريميس والله يعني. شوف هذا، شوف على مفارق. هذه كلها منه؟ لا الجروح ذي منه؟ لا هو ترى يجرح احيانا، يجرح بس اذا شربت منه يداوي. داوي. لا كنت اكسر حطب. بالله هذه من الحطب؟ والله طارت. لا غلطان. مبينه صح؟ ايه. في واحده ثانيه هنا. بس عاد تقول بس ما خش وجهك. لا 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 ان شاء الله زبطت. فك الله عيني والله. لا فوق الحاجب بعيده شوي. لا في واحده جت دخل عيني. رب سلمك الله. الامور طيب. الحمد لله. اقول زي احيانا اذا رقدت بدري وجيت. زي قبل ليلتين قبل ثلاث ليالي واسير على العدادات كلها واطفي الانوار. انت قاعد انت؟ شب الضوء في الليل، في الليل عشان القمره. ترى ما احب الانوار لا في الليل ولا في النهار. لان نورك يكفي. اسلم. يلا نسوي تحدي. تحدي القمر. يا حبي لك يا فراء. اي والله. نبي حايل يا ولد. تبي حايل؟ اي والله حايل بعد حايل. انا بشتاء. عزبة سامة الشمري الله يبيض وجهه. يا اخي شوف سبحان الله احيانا يتركون لك اثر، يتركون لهم اثر يبقى لهم طول السنين. في كل ما زينت القهوه دعيت لسام، كل ما شفت الشنطه دعيت لسام. الله يبيض وجهه. وخاتم فهد وعمامه سامه بعد حتى اعطاني عمامه، وكل واحد من الشباب والله اللي طلع والله يجزاهم. اول واحد طلع، اول ثلاثه طلع مصعب السيد، ماهر حماد، وسطام. سطام القرقاح. جلس اسبوع واحد صح؟ بس تركوا اثر. كيف يا اخي؟ تركوا اثر صح؟ وهو اسبوع واحد. بعدين طلع بعدهم شهران حبيب القلب. بعدين اسامه حبيبي. بعدين عقبه طلع العطوي وبخيت. بعدين شخبوط. ما في احد طلع قبل الفهد وذا؟ لا مين طلع؟ فيصل حربي بعد شخبوط. هلا كيف التمرين؟ حلو. الاسبوع ذا ليش انا خايف؟ قل له انت. طيب المايك. هي يلا تدري عبد الله. تعال امشي امشي. انا اذا صار يا اخي ما ادري البو اثري. اذا صار بالي مشغول احب المشي، امشي المشي هذه ها كذا. صرت افكر. ايه ايه خلاص ما يخالف بيجون الحين. عرفت امشي المشي هذه كذا. بعدين ما التفت لعمري الا وانا ماشي كثير مسافه، خاصه صرت امشي بالليل. انا اقول لك احيانا زي في منطقه عندنا في الديره خاله يا ولد ما يجيها الا تقريبا لنا. عرفت اوقف الموتر وهوجس. عرفت احيانا كذا تجيك هاجت ودك تكتب لك بيت بيت وتسري جلت قمره تفسخ حذيانك بكرامه وتمشي حافي مسافه تكتب يصلك وادي. والله ما طيب امشي انا ما احب اوقف. موعد على نفسي يا ولد. شفت اللي على غزه شوك ولد طالع لنا يا ولد بيني وبين السياره كيلو كيلو شوي. يا زين هزينه. اي ما تدري بعمرك. لذلك توجس. لذلك من فوائد المشي غير الصحه انه ترى علاج نفسي. صح. وعلاج الكثير من المشاكل الداخليه. في تفريغ طاقه. شوف الواحد اذا صار ضايق صدره ومشى اذا رجع يحس انه نفس شوي يعني. صح. عن صدره يعني يحس ان الموضوع شوي فك معه. خبر في بيت سعد بن جدلان قال يا زين المشي في الروضه الخضر الاشعشع على المخضار. مخضار يا زين الديره هليه من حقوق الوسم ممطوره. مطوره.
الله يجزاك الجنة. ماشي عيد سعود خضر لشاشة على الخضر هزين الديرة هاللي بنحق وقلوة. صدق أحمد ابتسر مبروك والله باركيك. جيت أنت قبل الفقرة قلت له اصبر شوية بس دقيقة بروح صحي اللي شاب تعباني شوية. قال روح صحن بس انت لا تحضر. كيف كذا؟ انت مسوي بالضبط يا كوتش ترى انا جاي كويس. اي لا انا جاي بدري قبل الفقره بخمس دقائق قلت له اسمع بس بروح عشان لو جيت متاخر كنت ابغى اشوف عشان ما يصير لي زي الاسبوع اللي راح زي قبل يومين. هو قال اللي يغيب عن حصه واحده خلاص. ايوه قال انت الحصه اللي راحت ما حضرت صعب تحضر التحدي. اي عادل كان جالس هنا عبد المجيد والله كلهم والله حاولنا فيه والله حاولت فيه. حصل خير يا رجل. صارم قوانين الصارم الأولى اللي في بداية الأسبوع بعدين ما تقدر تتكثر كلام معه ما يعطيك مجال أصلاً يحرجك. والله العظيم إن ما ودي نكسر خاطرك لكن قانونه خلاص يقفلها ما تقدر تتكلم. بعدين تخاف إن ما شاء الله كنت طارق شفني أمشي كنت طارق شفني أمشي والله إن شاء الله بس تعرف أنت ظرفي. يحرنيش أقول يزين الجو بس قبل شهرين نفس الوقت هذا والله ما حد يقدر يمشي في الوقت هذا برا. قبل شهرين إيه؟ هنا بالرياض تطلع نفس الوقت هذا أعوذ بالله. الحين والله ما شاء الله يا أخي بداية البرنامج تذكر كنا جالسين يوم يتكلم معنا أبو صالح وبعد أول يوم يا ولد قسم بالله يتكلم معنا الساعة كم الساعة 9 من 8 قبل البث قسم بالله الشاب بالمناديل يمسحون. إيه صح حر أنا واحد منهم صح. بس الأيام دي والله حتى في الظهر والله ان الجو اشوى قبل بكثير. يعني انا بتكلمك عن نفسي انا ما عندي مشكله اقيل في العريش لا شوف الظهر الين الساعه 4 عادي حر للامان بس ما تقارن بحر اللي عندنا. اي يا رجال قابلت ابو عبد العزيز اللي في مجلس الشيبان اليوم امس اخو ابو صالح إيه. قابلته انا قبل كم ليله قاعد نتطارح احنا وعيالنا وانا صادق من يوم ما سويت العريش ودي اصحى الصبح واستضيف الشيبان عندي عرفت زي قرصان وحريميس وسوالف حار اثاريهم اثاريه كانت اللقطه علينا وانا ما ادري والله اني ما ادري انها علينا وجاني ابو عبد العزيز قال لي يا ولد العالم شغلوني قال لي يا ولد العصيم متى استضيفكم متى العريش متى القرصان شفت الحين كم 53 يوم انا من قبل البرامج اللي راحت اتابع من جالس الشيبان كلها يا ولد استانس قصايدهم قلت يا ولد متى الله ييسر لي فرصه واروح احضر معهم قلت سبحان الله يوم جيت هنا ما بيني وبينهم الا السيب ذا 53 يوم الله كتب لي يا اخي ما عندنا لا منبهات ولا عندنا واذا حضرت عند الشيبان الريالتي بتسحب عليه واذا حضرت الريالتي بتسحب عليه تدري اشترت من ايمن تدري اشترت من ايمن ساعه خراشيه القديمه هذيك والله لازم اللي تضربها والله لازم والله طلبت منك تشب يا اخي تدري ايش المشكله ما في منبهات ما في حتى لو في منبه انت لو صحيت الفقرة الشيبان حتى لو انك نايم بعد البث على طول صح لو حتى لو ما حضرت الساعه لا الاضافيه لا لو بعد البث لو نمت الساعه 2 حضرت الساعه 10 يسمع من 12 يرجع يرقد للعصر يرقد برضو ياخذ له قيلوله لا لا بس يا اخي انت اذا رقدت الحين البث متى يغلق 3 صح اقول ان على الصجه ولا جبت ترقد 3:30 4 صارت الفجر غصبا عنك واذا رقدت بعد الفجر 4 ساعات بتكفيك للنهار كامل ما بتكفي لا ترقد وتكفيك ممكن لو عدلنا نومت بعد صلاة الظهر غير عن نومت بعد صلاة العصر والله لازم نجيهم والله تعطي نشاط لازم نجيهم الشيبان لازم نجيهم يا اخي كلهم كويسين بس اسمها قيلوله ترى مو بكيثور جيتهم مرتين انا بس قبل اول قبل ما يكون من الصباح ها تذكر يوم كان العصر إيه نبدا الساعه 7 خذ ملابس معك بس احنا وقتها جديدين يا ولد ما ندري ما والله خليني اخذ ملابسي يا نوم تعال خذ ملابس انا بسالك روح خذ ملابس بروح تبغى اخذ ملابسك بفرق اذا 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 ضايق خاطري عطني نايف اعرف بني ادم سبحان الله العظيم جسمه الثوب نفسه نفس جسمه بالضبط صح. الجسم الحين يعتري الجسم ما يعتريه من الالم الانفلونزا الامراض ترى النفس البشريه نفس الجسم البشري يعني يجيها تعب نفسي كذا يمر عليها من غير سبب احيانا ما صار لك موقف ولا بس تحس صح. بتكة احيانا صح. ليش لانه سبحان الله العظيم طبيعه النفس نفس طبيعه الجسم بالضبط يمر عليها فترات تتعب فترات تصير بقت افضل صحه سم اذن تكفى اذن انا ابي احمد ضروري تكفى بي والله اني ابي ضروري طيب دقيقه بس بنغلق السالفه بس ناخذ لفه بس ابيك ضروري لانك انت هادي انا ابشر الحين جاي ابشر يا فهد على خشمي ابشر ف انا من عاداتي اني اطلع امشي على رجلين وش عادتك انت انا شوف انا شبه يومي لاني زي ما تقول في منطقه تحيط بها الوديان والجبال وهي جوي سبحان الله
عرفت وقت العصرية ذا شفت من الساعة 5 قبل المغرب ساعة مسيان طال عمرك حتى لو ان الحالي حتى لو ان الحالي اروح طال عمرك الشب اللي ضو على قد حريميش ودله هذه عادة يومية شبه يوم لا انا ما ابغى هذا اقول لك انا يعني اغلب الليالي او اغلب الايام اكون مع الوالد الله يطول في عمره الوالد مره عند الحال مره انا مره مغير جو لا انا اسالك اذا ضايق خاطرك اذا حسيت مره بضيقه من غير سبب احيانا وش تسوي ادور لاقرب ضلع واطلع اقرب ضلع ايه اقرب ضلع واطلع بس قاعد اتفرج بس تجلس يعني ما تمشي بس تجلس تتفرج عاد انت تسج بالك يروح وخاطرك يمشي تسج طال عمرك والضلع ما بدور لك اي ضلع انت ما بدور لك المرقابه العسر خلاص اذا طلعت فوق قد مشيت وقد بس يوم تشرب لك شاي ولا بس تجلس الحين عندنا لبس خاص الطلعات هناك عرفت ثوب اقهب كذا بني وحزام في جنبيه حاط لي مثل السلوك اربط حريميش سلام ايوه احيانا معي السلاح والكبريت والشغلات كلش والحطب تاخذه من المكان اللي تروح له اي حطب لا الحطب المتوفر عندنا هناك سلام واروح والله احيانا اقص لحالي كيلوين 3 كيلو وسط الجبال ثم تستانس يا ولد تفرج تطيور حولك تفرج اذن ابشر روح رحب بالخيمه اذن وين بالخيمه عمده تاذن يلا بيدنا العب سم قاتله لا قتله تو دقيت على اهلي اصبر خلنا نروح لوكيشن ثاني تو دقيت على اهلي من ايمن هي من ايمن غصب بس قال في مبادره لك يوم الاثنين الجاي ان شاء الله ما نطلع انا وانت في المبادره قالوا احنا اخترنا